يقول: إذا شعر المصلي بأنه أخل بالسكينة في إحدى ركعات الصلاة المفروضة أو النافلة، فماذا يفعل؟ هل يأتي بسجود السهو؟ سكينة أو الطمأنينة. الطمأنينة، نعم. إذا أخل بالطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء الذي لا يطمئن في صلاته، أمره بالإعادة. نعم.